يعني انت ما عرفتش تشرح الكلام ده، يعني يمكن في الفيتش بتاعك مظبوط، بس ده بيديك ماب لكل حياتك. حد بص على البوكلت، يعني ماب من اول العظم بتاعك للماسلز بتاعتك للنوم بتاعك للستريس بتاعك للسكن بتاعك. يعني this is a very good thing and it's the future. بس انا اعرف منين ان المكنه دي بتطلع قماش؟ انا دكتور احمد ريحان، بمثل شركه انجيم، واحنا طالبين 17 مليون جنيه قصاد 13% من الشركه. شركه انجيم عندها نو هاو طبي علمي تقني مش موجود زيه غير 11 شركه بس في العالم، ولا واحده منهم في الشرق الاوسط. الجينات في الانسان هي اهم حاجه بتحدد شكل حياته. اللي احنا عملناه في انجين هو تحليل نادر بيبص على ست معينه من الجينات والسيكونس بتاعها، بمعنى ان احنا بنعمل تحليل دي ان ايه، بيخرج منه اوتبوتس كتير جدا جدا جدا، بتدخل على الجوريزم معين احنا اللي عملناه له ديفلوبمنت. الالجوريزم دوت بيشوف الجينات ديت والسيكونس بتاعها ويخرج ريكومنديشن في التغذيه في الرياضه مناسبه لجيناتك الشخصيه علشان توصل لنتائج أسرع وأأمن. في الفترة اللي فاتت في خلال البرودكت ماركت فيت بس عملنا مبيعات بحوالي 800,000 جنيه. الموضوع زي ما قلت هو جديد، فالحداشر شركة مثلا أكبر شركة منهم الفاليويشن بتاعها وصل ل$3 مليار، وفي كذا شركة حصل لهم اكويزيشن لان النو هاو ديت مطلوبه جدا. السوق دوت بينمو بمعدل 15% في السنه. حضرتك عملت التحليل ده على نفسك؟ طبعا. طب ممكن تقول لنا ايه النتيجه؟ النتيجه ان انا مثلا احد الفايندنجز اللي لقيتها ان التندون اكيلس عندي، وتر اكيلس عندي ضعيف. ديت فايندنج لقيتها، انا ما حصلليش قبل كده قطع في وتر اكيلس مثلا. طيب حضرتك لما عملت التحليل ده، هل عملت التحليل ده بأذر واحد من الحداشر شركة التانيين وعملت كومباريزن عشان حضرتك تقول لنا ان عندك ميزة عنهم ايه؟ عشان احنا بالنسبة لنا كل ده it's an equation حضرتك عملتها، احنا نعرف ازاي ان الإكويشن دي معمولة مظبوط ولا لأ؟ صح. هو انا مش عليا بقى، على اتنين تانيين من زمايلي عملنا الاكسرسايز دوت، ان احنا عملنا كومباريزون ما بين الريزلتس بتاعتنا. البوكلت اللي قدام حضرتك دوت ده سامبل ريبورت، ده ريبورت بيطلع لشخص واحد متعاقد مع دكاتره معينه. طبعا دكاتره متخصصه في النيوتريشن ودكاتره في السبورتس ميديسن. ازاي ان المعلومات دي مش الالجوريثم؟ انا ما اعرفش الالجوريثم حضرتك عامله ازاي، وما اعرفش التست عامله ازاي، دقه المعلومات، فتديني تقول لي والله فلان approved دقة المعلومات، أو صح. مثلا it was approved by medical institute دي. ده كان concern عندنا جدا، علشان كده احنا حاولنا ندور على accreditation أو proficiency testing، بنسميه عندنا حاجة اسمها proficiency testing، بحيث ان third party يvalidate التست بتاعنا دوت. لكن علشان هو حاجة جديدة في العالم كله فلسه ملوش validation organized. الفاليديشن بيحصل بالطريقة اللي حضرتك سألتني عليها ديت، ان احنا نكمبير ريزلتس مع بيرز لينا، وفي نفس الوقت نشوف الفيدباك بتاع الكلاينتس بتاعنا، يعني هل هم فعلا استفادوا منه، هل فعلا الفايندنجز ديت بيشتكوا منها وما كانوش عارفين ايه سببها او كده. فده تاني حاجة. احنا بنين بيزنس موديل للخمس سنين اللي قدام، وبنينا ارقام الفالويشن بتاعنا على الابيدا مالتيبلز، اللي هو مبيعات كام مثلا السنه الجايه؟ وانت انت خدت 17 مليون جنيه، تم مبيعات بكام السنه الجايه؟ هنعمل مبيعات ب 3.5 مليون جنيه، لان احنا 3.5 مليون جنيه. ليه؟ عشان لسه بنحضر الساس سولوشن بتاعنا ان هو يبقى سكيلابل، يساعد على السكيلابيليتي، والكيت بتاعتنا انها تبقى منتشر. فالسنة اللي بعدها هنحقق مبيعات ب 25 مليون جنيه عشان خلاص انا جاهز للكاستمر اكوزيشن تماما، وهكذا بقى كل سنة في اكسبوننشال انكريز. دكتور احمد، هي تكلفة التست كام عليك؟
الكوست اوف جود سولز 51% من الافريج برايس حوالي 7900 جنيه. ده الببليك غير طبعا اسعار التعاقدات وكده. تمام. والتكلفه 50% بيسكلي. التكلفه كوست اوف جود سولز 51%. بس ده في البيزنس ده كتير قوي. 51% ده كتير جدا صح. بس المساله في الشغل الجينيتكس والتحاليل هو ايكونومي اوف سكيل. كل ما نزود الريت الكوست هيقل. لا يعني في البيزنس ده الجروس بروفيت لازم ما يقلش عن 80% يعني.